السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأهلا وسهلا بكم في قناة سامسعة. اليوم سوف نتعلم أوامر جديدة من سلسلة نظام لينكس. أول أمر لدينا هو LS الذي قمنا بشرحه سابقا، ولكن LS لا يدخل في نطاق الأوامر التي سوف نتعلمها اليوم. الأمر الأول الذي سوف نتعلمه اليوم هو CD. نقفل على إنتر. فلنقوم بكتابته لا يقوم بفعل أي شيء. لماذا؟ لأننا نحن قمنا بكتابة الخطأ. نكتب CD ونأخذ ملف أو ننتقل إلى أحد الملفات، مثلا ليكن الميوزك، مثلا ميوزك. قمنا بكتابته الآن وبعد أن نقوم على إنتر CD يقوم بالانتقال من إنتر الميوزك كما تشاهدون الميوزك. لنتأكد في تبديلي كما تشاهدون أصبح ميوزك. الآن نود العودة إلى الهوم، أي هوم سنصعد. نقوم بالنقر على CD نقطتين، نعود إلى الخط. الآن في تبديلي لنتأكد كما تشاهدون هوم سنصعد. الآن الأمر الأخير لدينا هو mkdir، وهذا الأمر يقوم بإنشاء الفولدر لدينا، مثلا فولدر بكتابته ثم نقوم بالنقر على إنتر. هل تعلمون أين الخطأ؟ الخطأ بين إنشاء الفولدر في داخل الهوم. نقوم بعمل كتير ليتضح لك. نقوم الآن ls، كما تشاهدون هنا الفولدر، الفولدر كما تشاهدون الفولدر في الهوم. الآن ننتقل إلى الديسكتوب. ديسكتوب الآن ذهب إلى الديسكتوب لنتأكد بWD. كما تشاهدون ديسكتوب، نقوم بتكرار الأمر وفولدر، مثلا فولدر، نقوم بعمل إنتر. كما تشاهدون هذا هو الفولدر تم إنشاؤه، ومع السلامة.